مع انتشار ظاهرة أكل الكلاب في كوريا الجنوبية، دعا الرئيس الكوري الجنوبي مون جي إلى حملة تبني وحماية للكلاب في العاصمة سول، بعدما كان قد تبنى الكلب توري العام الماضي وحث الناس على عدم أكل الكلاب. الرئيس مون جي جون وزوجته كيم جونغ سوك قالوا إنهم سعداء للغاية لأن توري قد تغير تماما، بدأ متشوقا وحزينا عندما جاء إليهم لأول مرة، لكنه الآن يبدو سعيدا جدا ومشرقا. وتأتي هذه الحملة التي ترأسها منظمة كير المهتمة بحقوق الحيوان في أحد أكثر الأيام حرارة خلال العام وفقا للتقويم القمري الكوري، حيث يتناول بعض الكوريين الجنوبيين حساء لحوم الكلاب كاعتقاد تقليدي بأنه يساعد في التغلب على حرارة الصيف. تم تبني توري كأول كلب بعد أن أسيئت معاملته وتم إنقاذه من الأكل، لذلك قمنا بتنظيم هذا المعرض لإعلام الناس بأن الكلاب ليست طبقا على طاولة بل كائنات حية تحتاج إلى الحب والرعاية. وطالب الرئيس الكوري الجنوبي بضرورة توعية الناس بأهمية ذلك بعد أن أصبحت السلالة السوداء المختلطة أول كلب مأوى يحرز لقب الكلب الأول بعد أن انضم إلى كلبين آخرين كحيوانات أليفة، وهما كلب بونجازان الكوري الجنوبي الذي يدعى مارو وجينج جينج. بصفتي شخصا يملك كلبا أشعر بالأسف لأن الكثير من الكلاب قد تم ذبحها وأصبحت تربى من أجل الأكل، آمل ألا تتكرر مثل هذه الحالات للكلاب من خلال حدث اليوم. وتم عرض الدمى الناعمة الشبيهة لتوري وهي تحمل رسالة مكتوبا عليها أنا لست طعاما، فيما قام الناس بالتسجيل لتبني الكلاب. وقالت منظمة كير إن عائدات الألعاب التي تكلف 30 ون أي 27 دولارا أمريكيا لكل منها ستدفع لإنقاذ الكلاب التي تعرضت لسوء المعاملة أو المهجورة.